اهلا، السلام عليكم البنات الحبوبات. صباح النور، صباح الافراح، صباح الورود، لان هذا الفيديو كنسجلها في الصباح. دائما معكم مع الجديد، ودائما معكم مع الوصفات. وانما اليوم جبت لكم واحد العصير اللي مجرب واللي هو لذيذ ولذيذ بزاف. المكونات ديال هذا العصير هي القرعه الخضراء. كما كتعرفوا بان القرعه الخضراء كتوفر على واحد العديد من الفيتامينات والاملاح، مفيده جدا جدا للذات. غادي المكونات ديال هذا العصير هو القرعه الخضراء، وغنحتاجوا ان دانون اللي هو ديال بيستاش، وغنحتاجو ساشي ديال لافاني، وجوج معلقات ديال سنيده. انا ما شربتهمش معاك لان ديجا درتهم هنا في الحليب. وغنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، بيسكو درت هنايا سنيده، دونك ما بقى ما صابيت، بديت درتها هنايا. دونك قلت نص لتر ديال الحليب ومعاه جوج معلقات ديال السنيده يكونوا كبار. وهاد المكونات دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله دابا للطريقه ديال هاد العصير. كناخذوا هاد القرعات. دونك انا دائما ملي كنمشي للمارشي ما كناخذش القرعه ديك الكبيره الغليظه، حيت كاينه فحال هذه وهي غليظه كتكون فيها هذيك الزريعه. دونك دائما انا كنختار هاد القرعه الصغيره، ما كتكونش في الداخل ديالها الزريعه. هانتوما كيما شفتوا كبيره، كتكون فيها واحد الزريعه غليظه، كتكون فيها الزريعه بحال البطيخ. دونك تختاروا دائما هاد القرعه الصغيره. خديت هاد المقدار اللي غادي يكفيني النص لتر ديال 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 الحليب. غسلتها، حيدت لها، نقيت لها هاد الجناب دياولها من هنا، ودرتها كتسلق. ما تخليوهاش كتسلق وتسلق بزاف حتى انها كتحرحر وكتولي نيها، لا خليوها كتسلق سلق عادي. نديرها في البوطه، وان فوا بدات تصبخ نتسنى، لان عرفتوا القرعه بان دغيا دغيا غير ان فوا كتشم الماء كطيب. فمن الاحسن من الاحسن الا ممكن لك انك غير تبخرها كان احسن. ديرها غير مبخره بلا ما تشرب داك الماء. ديرها في بريمات الكسكاس دوك الصغيور، كاين واحد البريمات الصغيورين، وديري كسي كيس وتخليها كتبخر. اي واحد الفتره اللي هي قصيره راه دغيا كتبخر، كتغلقي من الكسكاس من الفوق، يا اما تسديه بشي طبسيل ولا شي حاجه، ولا تغلقيه ب البابي الومنيوم. دونك ما كي دغيا دغيا كتسلق القرعه تبع دغيا دغيا لانها ميه. دونك ملي كتسلق هاد قلت حاجتنا بهاد القرعه مسلوقه ودانون ودافاني والحليب. دابا غادي ننتقلوا لطريقه الاستعمال. دونك كنشدو هاد القرعات ديالنا بلا ما نقطعهم، لان بيسكو مسلوقين دغيا دغيا. ملي كديرهم في الماكينه دغيا 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 كيذوبوا مع هذا مع الحليب. دونك غادي نزيدو هذا يعني دانون اللي هو بيستاش. دابا زدت دانون بيستاش ودرت وزدت عليه الساشي ديال لافاني، ها هو. وكندرت جوج معلقات ديال السكر سنيده، مع جوج معلقات كبار. ودابا غنمر الطريقه.
ودابا من بعد ما طحنته ها نتوما البنات شوف كتشوفوا بحال الا كيبان بحال العصير ديال لافوكا، لا فرق بيناتهم. وراني البنات دقتو غزال، ما عليكم الا انكم تجربوه. دونك فوالا مع بالقرع دونك كنتمنى البنات باش يروحكم. الا كنتو من النوع اللي كيعجز عليكم الحلاوه ولو باش ديروا جوج معلقات ديال سنيده ديروا اربعه. انا علاش ما عطيتكم غير زوج؟ لان دائما كندير غير كنقص السكر، ما كتعجبنيش الحاجه الحلوه. دونك الا بغيتوا الحلاوه ديروا اربعه ديال 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 المعالق ونديروا في الثلاجه حتى يبرد وعاد نقدموه للوليدات ديالنا ولا الناس اللي موجودين معنا في المنزل. راه غزال، ما عليكم الا تجربوه. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر اللي غيكون دائما مع العواصر.